رغم شهرته العالمية التي نالها لم يكن مستقراً في حياته، ورغم ثروته العريضة اللي كسبها مات مفلساً، ورغم حضوره الطاغي بين الناس انتهى بسبب الزهايمر لا يعرف أقرب الناس إليه. عمر شريف أو ميشيل ديمتري شلهوب نجم كتب قصته بكل لغات العالم في دفتر حكايات الوطن. أول مرة شفت عمر الشريف كان من حوالي 10 سنين، كنا في مطعم اسمه سبارجو على مرتفعات بيفري هيلز في هوليود. كنا بنتناول العشاء مع الدكتور زاهي حواس والكاتبة الصحفية ماجدة الجندي وشخصيات مصرية أخرى. يومها اتكلم عمر الشريف عن أشياء كتيرة جدا في حياته، كان أهمها تأثير أمه عليه. قال إنها علمته المغامرة والإثارة بلعب البوكر الذي كانت تشارك فيه الملك فاروق على مائدته الخضراء، وقال إن أمه قررت تسفره إلى لندن لما حست إن السمنة بتهدد جسمه. الإنجليز اللي فشلهم في الطهي أكلهم أفضل رجيم، الحقيقة أكلهم يسد النفس. وقال إن أمه شجعته على التمثيل ورفضت إنه يعمل مع الأب في تجارة الأخشاب. بينه وبينكم الأب والأم ما كانوش على وفاق، ويمكن ده اللي خلى عمر الشريف مش مستقر أبداً في حياته. الصداقة ابتدت في أواخر الثمانين. أنا كنت في مهرجان كان وشفته هناك، وكنت واخدة والدتي معايا. هو اتفاجئ لما لقى والدتي معايا، قال لي الله أنت جايبة مامتك معاكي، أنت جاية المهرجان وجايبة مامتك معاكي؟ قلت له أيوه. فانبسط قوي وراح أكلمها وقعد يبوسها وفرح بيا ان انا قريبه من والدتي. مع الوقت عرفت انه هو كان شديد الارتباط بمامته، كان بيحبها قوي وكان مرتبط بيها قوي، فهو يمكن اتقرب لي وصداقتنا بقت قويه بعد ما عرف ان انا مع مامتي في كل مكان وبنعيش مع بعض وكده. لما كان بيجي مصر كان دايما يسال عليا ويعزمني على العشاء. هو على فكره ساخي جدا، يعني بيحب قوي قوي الناس يعزمهم وياكلوا ويبقوا مبسوطين، وهو يشوف ان الناس اللي حواليه مبسوطه. وهو كان عارف مرض والدتي، لأن مرض والدتي خد 16 سنة وكانت بتتعالج في باريس. لما اتوفت والدته ابتدى يقول لي دايماً ماما عاملة إيه وعايزة أشوفها، ويسمع صوتها ساعات في التليفون.